أذن على بركة الله وتوفيقه يا حول الكريم. أيها المتابعون نسير بحضرتكم بمتابعة أشواطنا من هذا الموقع التراثي ميدان السمعة لسباقات الهجرة العربية الأصيلة. وصلنا إلى الشوط الرابع الذي تم إعلان انطلاقته قبل قليل. حمل أسماء عديدة وشعارات الذي تأتينا بكل الإنجاز. شوطنا يحمل بعنوان الجعدان المهجنات الأصيل، ولكن لنا عودة بالتهاني وناموس. تابعنا هناك عشاق الذي قدم العرض الذي يشكر عليه. التهنئة موصول لعلي بن سالم بشكله المري بتوقيت 10 دقائق 5 ثواني و9 أجزاء من الثانية. كان هذا التوقيت الذي رافقه عشاق. ننطلق بشوط جديد الذي حمل عنوان الجعدان المهجنات الأصايل. هي الرحلة تابعناها 6 كيلومترات، سوف تأتينا بإنجازات جديدة وإبداعات متميزة. وين وصلنا إلى النادر على مقدمة الشوط يتولى متابعته سعيد بن علي بن سعيد الاكتبي الذي قاد هذا الشعار. ينطلق خارج السرب حتى هذه اللحظات النقلة التالية إلى مركزنا الثاني من يحمل الرقم 2. وصول جميل، وصل هذا الشعار المعتاد إليه الميق الذي قادم محمد بن سالم بن محمد بن قماض الراشدي. يتقدم المسار الثاني والمركز الثالث. عودة إلى عقاب الذي قادم خادم بن عيسى بن سعيد المنصوري. المركز الرابع لنا عودة بالمسار. يتقدم هناك غيث خليفة بن محمد بن شاهين المرير. الشعار شواهين، الشعار شواهين الذي تابعناها بأول أشواطنا الرئيسية للأبكار معلم الأصايل. قدمت العرض الذي تشكر عليه ويشكر عليه ابو محمد المتابعة. وين وصلنا إلى مركزنا السادس ولا الخامس؟ إذا نعود إلى خامس الأسماء، العودة إلى سادة الخامس الأسماء. وصل شاهين الذي قادم أحمد بن سعيد أو سعيد بن شاهين بن المزروعي الذي يتابع، ولكن عليه يليت هناك تدوين اسمه بتصحيح حتى نتابع الكل بالمتابعة هذه الشعارات. نعود إلى سادس الأسماء، العودة معهم. صورنا من وصل بالمتابعة راهي هو القادم حمد بن سالم بن حمد بن شقلة المري. أشعار عشاق، أشعار عشاق الذي تابعته قبل قليل بالجعدان المحليات الأصايل. نكتفي بهذا القدر، نكتفي بهذا القدر. إلى وين العودة؟ إلى الجماهير البداية، إلى جماهير الإنجاز. النادر، النادر الذي ندور جميل، الذي ابداع كبير. يتقدم منذ بداية الشوط من يرافق النادر سعيد بن علي بن سعيد الاكتبي. يتولى زمام الامور، ولكن دير بالك غيث واصل، غيث واصل بكل قوة. خليفة بن محمد بن شاهين المرر انه يطالب بالنقطة الثانية، يطالب بالنقطة الثانية، ولكن العودة إلى عقاب نعم الذي غير موازين الشوط، الذي غير موازين الشوط إلى المقدمة. نعود مع خادم بن عيسى بن سعيد المنصوري. تابعنا مقدمة المسار، المركز الثاني عندك المرر. نعود إلى ثالث الأسماء، العودة إلى النادر الذي قادم يرافق بالمتابعة سعيد بن علي الاكتبي. المركز الرابع نعود مباشرة إلى عندك يا محمد بن سالم الراشدي الذي واصل. المركز السادس ولا الخامس؟ إذا مركزنا الخامس يتقدم شاهين الذي واصل بكل أبداعه سعيد بن شاهين بن أحمد المزروعي. والمركز السادس وصل هذا الشعار، وصل الشعار بشكله المري أنه خطير يا إخواني، أنه شعار عشاق الذي تابعناه قبل قليل يأتينا عن طريق راهي الذي يقدم عروض الممتازة. هذه النتيجة للمرة الثانية على التوالي، ولكن وين بنعود؟ وين بنعود؟
نعود إلى سكان البداية، إلى ممثل السمحة الذي يمثل هذا الميدان خير تمثيل. عندما تابعنا داخل الدولة خارج الدولة، يأتينا أبو عيسى بجديدا بإبداعا من يقود عقابي للصدارة. بدأ بالانفراد مبكرا، بدأ بالانفراد مبكرا إلى مقدمة الشوط. أنه خادم بن عيسى المنصوري أحد شبابنا المتميزين، دائما يأتينا بإنجازة، دائما يأتينا بإبداع. ولكن لا ننسى، لا ننسى المركز الثاني. شوف لي هناك المركز الثاني، الغدوم وصل، وصل غياث الذي وصل خليفة بن محمد بن شاهين. المرر يحمل الرقم 7، غدوم جميل مميز يترقب الأوامر. يبقى النقطة الثانية على التوالي. المركز الثالث وين؟ العودة إلى هناك شاهين الذي وصل، السعيد بن شاهين بن أحمد المزروعي على المستوى الثالث. المركز الرابع، والله بدأت تجمع، بدأت تجمع. روح ابنا إلى الغزال الذي وصل، السعيد بن عبد الله الاكتبي ما يبنى لطاري أول ندى. المركز السادس وين؟ من يحمل الرقم 8 ولا يحمل الرقم 2؟ الله يا متتابع، عندك يا الراشدي محمد بن سالم بن قم بن غماض الراشدي، ولكن نكتفي بالست الاوائل، نكتفي بهذا الحوار. العوده الى البدايه، العوده الى الصداره، روح الى الجماهير. وينك يا ابو عزام؟ عود بي لزمام الامور، عود بي لزمام الامور. وين المنصوري؟ وين المنصوري يا اخواني؟ والله ما اشوفه، من على بعد تابع، من على بعد تابع. العودة إلى الصدارة، العودة إلى صاحب الإنجازات، صاحب الإبداعات. عندما نعيد لهذا الشعار وخصيصا هذا القعود، قدم العديد، قدم العديد، لم يذوق طعم الهزيمة، يشاركنا بعدة إنجازات، يأتينا بجديدة. مشكور يا خادم، يا بن عيسى، يا المنصوري، يرافق عقاب بدون أوامر، بدون أوامر. بدينا نشارب الإعلان، بدينا نشارب شارب الاعلان. اعطني جوله الى المركز الثاني. الامور يبدو لي بالخطر، يتحرك المرر قادم بكل قوه، الكيلو قادر راهضا، الكيلو بدينا نتخلص منه. الى وين؟ الى وين؟ الى بوابه الانتصار، الى المقصوره الرئيسيه. روح يا ابو عيسى، دير بالك، الامور يبدو لي بالخطر. اللحظات الحاسمة، عطنا جولة إلى غيث الذي واصل، خليفة بن محمد بن شاهين. المرر على المستوى الثاني والمركز الثالث، من على بعد الأسماء الذي واصل. الكل بدأ يقترب، ولكن ولكن عقاب، عقاب. دير بالك، دير بالك المنصوري، دير بالك. المرر واصل، المرر واصل. الله 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 يا متتابع، الله يا متتابع. غيث ولا عقاب؟ غيث يغير. النقطة الثانية، النقطة الثانية. إلى وين يا أبو محمد؟ الاتجاه إلى هذا الإنجاز الكبير، إلى هذا الابتعاد. خليفة بن محمد بن شاهين، المرر، المرر ينطلق مع الصدارة بالنقطة الثانية، بالنقطة الثانية. الله، باي باي، مع السلامة. خلاص يا إخواني، دونوا هذا الاسم، دونوا هذا الابداع. النقطة الثانية، النقطة الثانية. سلام ابو محمد، سلام. السلام الى وين يا ابو محمد؟ بنعطيها لدولة الامارات العربية المتحدة. شكرا لخليفة بن محمد. المرر يا راعي هذا الابداع، مشكور على هذا الانجاز. المرة الثانية على التوالي، المركز الثاني عقاب قدم عرض يشكر عليه. تهانينا لخادم بن عيسى المنصوري. والمركز الثالث يصل فيه الغزال سيف بن عبد الله الاكتبي. والمركز الرابع عندك يا محمد بن سالم بن غماض الراشدي. والمركز الخامس، إذا مركزنا الخامس وصلنا إليه بالمتابعة، يحمل الرقم 6. تهانينا لسعيد بن شاهين المزروعي. المركز السادس، التهنئة موصولة لحمد بن سالم بشكل المري. توقيت على 9:38:09 من الثانية. كل التوفيق للجميع.